ترأس والد أخت نواذيب والسيد يحيى والشيخ محمد فار صباح اليوم بمباني الولاية الاجتماع الطارئ الذي عقدته اللجنة الجهوية لمواجهة جائحة كوفيد 19، الاجتماع الذي يأتي تتويجا لتعليمات السلطات العليا في البلاد وتطبيقا للتعميم المشترك بين وزير الداخلية واللامركزية وقطاع الصحة، يستدعي تنسيقا محكما وتعبئة شاملة للمصالح الجهوية في الولاية لإنجاح حملة الترقيح تسجلها الولايات خلال الأسبوع القادم، وكما هو الحال بالنسبة لباقي الولايات. تستهدف هذه الحملة الفئة العمرية بين 12 و25 سنة. وقد أكد والد أخت نواذيب أن السلطات الجهوية في الولاية لن تدخر جهدا في سبيل إقبال كبير أو في سبيل إقبال أكبر عدد من المستهدفين على هذه الحملة. اللجنة بدأت في طرح خطط لك تكلفة جهات كيت البلدية، البلدين قالوا التحسيس واللجان والمجتمع المدني، وتكلفة يعني كل مجموعة على حدة بدورها في العملية اللي هي تنطلق إن شاء الله من فاكسيناسيون اللي هو التلقيح يوم 12 واللي هو بدأت اليوم، تعزيز إجراءات الوقائية بشكل المعتاد اللي اعتدنا عليه في المراحل الماضية. نطلب من المواطنين لأنهم يزيدوا الانتباه ويتجهوا لمراكز التلقيح ليك يجبروا الوقاية المناسبة ويزيدوا الانتباه للوقاية من المرض. ما فات حتى الآن نواذيب وسجلت فيها حالة يقير من يالطف بدات تنتبه ما دامش موجود بين على المستوى الوطني والدول المجاورة قطعا من يالطف يستدعى الحذر.